وغادي نعاود ناكد بغينا ماذا بينا نرتاح. يجي السيد الخليفه الاول باعتباره مرشح ديال الدائره ديالنا يوقف هنا كما راني واقف انا ويقول لكم عباد الله انا هذا السيد هواشتا والله يعاونه ونمشيو مروحين وهانيين والامور سلامات ونحسوا حتى احنا عندنا مرشح رغم ان موقفنا كان واضح منه بالانتخابات ولكن انه عبر على موقف زين وغادي يكبر في عينينا وحتى احنا غادي نمشيو ان هاد الناس هاد المرشح او هاد المستشار عنده موقف عنده جرأه عنده شجاعه انه يوقف ضد الظلم. وعندي واحد المناشده لجميع الاطارات الحقوق وجميع الهيئات على اساس احنا كان في الاسلام كاين ناس بسطاء ما كان عارفوش منين ندخلوا ونخرجوا يعاونونا في هذا الشخص عباد الله راه تك الاعراض ديالنا وعباد الله راه وصلنا للشرف وعباد الله عباد الله هذا الرئيس راه تعدى الحدود راه مشينا معاه بعرائض بشكايات عرائض أرى كاين مواضيع في هذه الجماعة ديال الرسلان أرى يمكن بحال ديك الآية ديال القرآن هناك رب يحميه أرى الإنسان راه يبقى يا رئيس يا جبل يا رئيس يا جبل يا رئيس يا جبل يا رئيس يا جبل باش تهجم على دار مرشح بالكورتيج وتكسر زجاجات ديال الخمر امام بيت المنزل وحتى واحد ما يحرك ساكن راه لو كان درتها انا لو كان راني عاد في 6 شهور اخي نقول لكم راه الحوايج ما بقاش مفهومه باش نكون معكم صريح باش نستناو شي حاجه من النيابه العامه القانون 314 660 احنا ما عندناش هذه في الراس دابا راه وصلنا للشرف اللي بغى 314 والوشايه وقال وكيقول لك سبحان الله والله يا الاخوان نقول لكم واحد الحاجه زعما من القلب راني كنعرف عزيز وانا وما بغيتش نذكر الاسماء مشينا كنجاوبوا فيه باش يجي يدير العمل السياسي باش يزيد في الدائره ديال تيجوي كنجاوبوا فيه باش يزيد في البدايه ديال فاتت مرحله المهم عطى مواقف صدرنا منه موقف ولكن راني ما كنتش نتصوروا هكا راه نقسم لكم بالله العلي العظيم اقسم لكم بالله انه كيتقال كان سمعوا ولكن باش ينزل لهذا المستوى راه كارثه مستوى سيبياني باش ينزل لهذا المستوى راه كما قلت لكم ما كتسمعوا هذه الهضره راه ما كتسمعها لا في الزنقه لا في الشارع الا في بيوت حاجاتهم الدعاره راه ما نعرف أرى حتى اللسان يعجز عن التعبير أصعب في شي وحوات يعجز كارثة عظمى ومازال عاد كما قلت لكم خير يجلك في الصفحة ديالو ديال الفيسبوك وكينكر القانون التشهير وتما استدراجي سبحان الله الرجل والله ما عنده الوجه والله ما عنده الوجه سبحان الله أتعرف توقع لك الكارثة بحال هذه أقل حاجة وأنا عندي الفيزا أنجمع خصيتين ونشر الريحة صح وباقي كيهضر لك بالقانون سبحان الله المشرع المغربي جاء على عزيز مطر 614 سبحان الله ديما هو المظلوم الملكي الخليفة الأول كيشهد 50 ستيرنا 50 درهم كتخرج 250 ألف في النهار ولو درهم في الجماعة وسلك بيها الناس كتموت لهم بلونصات أما كيعطيوش للمعارضة أمشيتوا لي ضد وعباد الله أرى هذه المواقف
هي اللي كتولد جيش التحرير باش يفهموا مزيان انا قصد المسار ديالي. هي اللي كتولد الانتفاضات اللي ما عندهاش شي وقفه. ليه باش باش نكونوا صراحة، راه يعني الانسان راه لما جينا لهاد الوقفه كنا دايرين نديروا البارح الوقفه السيمانه الجايه. شتا الوقف هالوقفه راه لوكا ما عطيناهاش اعتبار للمجلس للاعضاء باش يعطيو لنا موقف. عزيز راه ما بقاش مع هالوقفه. الطرش انا كان انا كنهضر باش ما يبقاش عاود عزيز، ماشي بحكم انه خالد ولد السيد طاهر. لما كنقول عزيز كنقول رئيس الجماعه ديال الاسلام. شوف لا اسماء اي رئيس لان غير حنا توالفنا ويسمحوا للاخوان لان الكلمه راه معطره صادره عن رد فعل اعتباطيه صادره عن رد فعل. هذا السيد راه شدنا راه هضر لنا في شي حوايج. والمشكل الشخص اللي اتهم الشخص اللي اتهمه في الفيديو باش يعرفوا الاخوان واش راه المأموم ديال المسجد ديال خرخشات باش تعرفوا الكلام. مأموم ديال المسجد ومعروف من ابناء المنطقه بالنزاهه ديالو والشفافيه. غير كمثال تحمل معنا مسؤوليه في الجمعيات وراه الان كاتب ديال الفرع ديال هيئه سياسيه معروفه وتحمل معنا مسؤوليات في جمعيات محليه ورجل مخلص ويلا نعيدوا المحاضر والوظيفة اللي كان يشتغل اللي كان يشغلها من داخل مكاتب الجمعيات. راه عندنا احنا الشخص اللي تقصدوه في ذاك الفيديو احنا راه كنعرفوه مزيان كنعرفوه مزيان باش توصلوا حامل لكتاب الله. وقلت لكم مأموم وهو اللي كيتكلف المسجد ديال خرخشات. تصوروا معايا فين وصلت لها والمرأة التي تم اتهامها غير باش تعرفوا أولادها مزوجين عباد الله عندها أحفاد عندها أحفاد أحفاد ومزوجين أولادها باش تعرفوا الكلام كده. شنو الاتهام اللي وجهنا؟ الاتهام لأن كاين الاتهام هو أنه يعني أنا ما غاديش نقد نقول عن الاتهام ما غاديش نقد نقول هذا الاتهام لأن هذه وقفة احتجاجية ومن الخصلة ديال أن يعني ما نقدش نتلفظ بها. اسمح لي اسمح لي يعني ما غاديش نقد نتلفظ بها وراه كاين الفيديو غادي نناقشوا. راني قلت لكم انا رسالتي موجهه حتى للمواقع الالكترونيه. حنا هذو الوقفه غير باش يفهمونا الناس. حنا عزيز راه ماشي هذه الرئيس هذه بغينا موقف المجلس ككل بغينا موقف وبالاخص الخليفه الاول الرئيس اللي كيمثل الدائره ديال خرخشة هذا هو اللي كاين. وتحيه نضاليه للاخوه وفي اللي يرفع الشعار. لا ديروا بجوج ديروا بجوج. خاصك تسمع بوحده ولا غادي نشوج عليك؟ لا لا ماشي مشكل ديروا بجوج ديروا بجوج.
تختار الصوت يعطي كلمه مش مشكل صبر بن يوسف الطاهري احد ابناء جامعه الاسلام شنو هو السبب تاع هذه الوقفه تاع النهار؟ هذه الوقفه جات كرد فعل ابناء الاسلام بصفه عامه ودوار خرخشات بصفه خاصه في الفيديو اللي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تم فيه بهذا المعنى هتك شرف واعراض عائلات. وهذا الموضوع يعني وصلنا لهنا راه كاين كارثه عظمى في الدائره ديال خرخشات، لانه وصل عائلات للصداع، وصل عائلات المشاكل الكبار. هذا هو اللي كان، وجينا حنا نوقفوا على اساس نوصلوا ميساجنا ماشي لرئيس جماعه الاسلام، ولكن نوصلوا ميساجنا لمجلس جماعه الاسلام، لان ما هاد الناس ما عطاناش موقف الناس ديال اعضاء مجلس جماعه الاسلام. ومع العلم ان كاين واحد السيد اللي هو خليفه المجلس الخليفه الاول للرئيس اللي كيمثل هذه الدائره ديال خرخشات، وكانه لم يقع اي شيء. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي خلانا نجيو لهذه الجماعه. اما باش لان الفيديو باش يوصل بك السيد ويوصل لك للشرف، راه ما بقاش التظاهره ولا الوقفه احتجاجيه ولا بهذه الطريقه. شنو هما المطالب ديالكم؟ حنا المطالب ديالنا اول حاجه ان هذا الشخص ينال العقاب ديالو، لأن وصلنا للشرف. هذا هو اللي كان ميساجنا للسلطات المحلية أنها توقفوا عند حدو، وكذلك النيابة العامة أنها تعطي ما تبقاش أن لأن سبق لنا حنا هنا في الإسلام قدمنا عرائض، قدمنا شكايات وكتوضع في الرفوف، ولكن لأن كما قلت في المداخلة الكلمه ديالي ان كاين علامات استفهام كبرى كتطرح. نا قدمنا رسائل، قدمنا عرائض، قدمنا، ولكن لا حياه لمن تنادي كما يوقع. هذا هو اللي كاين. حنا بغينا القانون يعطي لنا موقف ديالو واضح، وبناء خرخشات يعني حتى القانون يعني هذا السيد راه تحكم عليه ولا ما تحكمش ولا غرامه ولا يعني الناس راه تقاست في ذاتها، تقاست في شخصيتها، تقاست في قلبها. تصوروا معايا الاخوه، راه الناس هذا دابا كاين عائلات، كاين جوج عائلات اللي تمشوا، كاين عائله اللي ديال المراه ديال كاين ثلاثه ديال ولادها، وكاين مزوجين، وكاين نسوبيه، وكاين والسيد كذلك رجل مسن وكبير في اللاج وعنده ولادو مزوجين، وكاين عائلات دابا واقعين يعني ماشي يعني ما يعني كل شيء تمس. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين. انا يعني راه وصلت لصداع كبير باش تعطي ان تعطي الموقف المحكمه قدام. احنا بغينا حتى القانون يعطي كلمه ديالو في هذا الشخص. بغينا وكان نجدوا النيابه العامه وكان لك السلطات المحليه انها توضع حد لهذا الشخص، وهذا هو اللي كاين. تحياتي. شنو هو يعني من بعد هذا الوقت شنو كاين شي حركه يا خويا؟ يعني احنا كما قلت في المداخله ديالي، احنا تربينا في مدرسة نضالية، عرفنا حق النضال، كتكون عندنا خطوات، كتكون عندنا فهمت، كتكون الأمور مدروسة. ولكن هذه أول خطرة يعني كيوصل لك إنسان للشرف ما كتعرفش واش غادي يوقع، ما كتعرفش واش غادي يوقع، ما كتعرفش واش غادي يوقع. لأن ممكن يتلاقى معاه شخص يعني وصل له لمو. تصور معايا الموقف ديالو كي غادي يكون، واش غادي دير تظاهره، واش غادي دير القطول، واش غادي تعتصم، واش غادي دير اضراب، واش ذوك الخطوات النضاليه كيكونوا كما قلت في شي حوايج اللي هي ماديه ملموسه، كاين يعني قرارات كتصدر فيها جانب الحيف فيها، ولكن لما يوصل المساله للشرف الله اعلم. يعني باش نكون صريح معكم، وما كنتحملش المسؤوليه ديالي انا
باعتبار يعني كنلقي هذا ما كيتحملش المسؤوليه لاف ديالي فاش غادي يوقع ولا شي ما عرفناش يعني انا الجماعه كتلقى مشكل مع داك يعني المعارضه ديالها ما كانش يخلي لهم يسقهم امبيلونس خويا علاش زعما هذا شنو السبب ديالها اشنو السبب ديالها اخويا حنا من واحد المنطق سياسي كنا كنقولوا انتقام سياسي كنا كنقولوا انتقام سياسي وفق واحد التحليل علمي بسيط كنقولوا انتقام سياسي كنقولوا راجل ما عندوش مع السياسه ما ترباش في تنظيمات ما كنعطيو له مبررات هذا هو اللي كاين غير باش نقول لكم راه هذا السيد راه ماشي غير دابا ماشي غير دابا راه قلت كما قلت في المكالمه ديالي في الكلمه ديالي انه اعطينا كاين محضر الدرك الملك واش تعرفوا فين وصل انه حفر ابار بدون ترخيص لي سوند الدار محضر عند الدرك الملكي كاين الحاسه ديال الملغلاص اللي وقعنا معاه في مشكل هذه فوقاش قبل الانتخابات وقبل هذه في البدايه والساكنه كتموت بالعطش هو كيبيع الماء والحاسه في ملكيه الجماعه وشهد هذا الخليفه الاولى بعدا بانه كتخرج 50 سنتيرنا ب 50 درهم ولو درهم دخل الجماعه وهاد الناس ما خداوش منه كذلك المشكل تاع لومبيلونس والمشكل تاع الانتقام السياسي كما نسميه ولكن هو يعني انا من خلال يعني مشاهده هذه الفيديوهات الاخيره يعني هذه المصطلحات كاع لان كاين مثلا المشكل تاع لومبيلونس نعطيك المراه مع 9 ونص ديال الليل ما خاض الولاده تصور الانسان كي داير ما خاض الولاده ما بغاش يعطي لها لومبيلونس بدعوى انها صوتت في الانتخابات ضدي شت الاجراءات اللي عندنا هنا اللي كان يدير راه مؤخرا عاد تصدر واحد القرار ودار واحد البيان هنا تنشر وتعلق على اساس اللي بغى يستافد بلومبيلونس يتصل ورغم انك تصل 4 5 6 شتي حنا المعارضه هنا في ريسان اللي بغى تحصل على لومبيلونس يمكن تمشي للمستشفى الجامعي دفاس ولا تجي لكم لومبيلونس وانا ما تجيش علاش اتصل بالرئيس او الرئيس الا ما تعطيوهالوش هذاك راه انت اخذ ضدي اخر الخلاصه فهم كاين مجموعه كاين المشكل نتاع الاخ احمد عبد الله راه كارثه عندنا شهاده طبيه مفتوحه عند النساء شهاده طبيه مفتوحه ولا زال الناس كتعاني نفسانيا ناس غير عاد مريضه الوالده ديالو ما ماتوا المهم شي حوايج ما كنبغيوش ندخلوا فيهم ومشينا درنا شكايه وهذه ومشينا لهذا القانون ودرنا شكايه قانونيه تصور عاد والبارح يمكن داروا المحضر يمكن ما داروش يعني راه الامور انا ما فهمت وراه كاين الشخص اللي يعني في هذه الحادثه يمكن كاين المشكل نتاع لومبيلونس السيد كيموت صاحبي الحاله ديالو لو كان تشوفها كانسان ماشي كمسلمين كانسان راك تقهر ما عنده عشالي لو ما بغاش يعطيه لومبيلونس اصاحبي السيد مات الله يرحمه مات كفناه وغسلناه اجبناه هزيناه في الريموركاس وديناه اللقب وكنا سمعنا في الفيديو انه هذاك قال 6 سنين اللي غادي تفوت عليهم كيف الزعما هذا واش انتقام ولا كاين راني هضرت لك على الانتقام ديالو راه هذا ماشي انتقام هذا السيد راه قال شي حوايج في ذاك الفيديو راه مسنا كاملين ولاد الجامعه ديال الاسلام غير القراءه ديال الفيديو انا كنت كنقراها يعني خصك تكون واحد القراءه متانيه وتسمعوا مزيان كاين واحد الميساج تما راه خص واحد الطرف يتحمل مسؤوليته كامله الخليفه الاول الخليفه الاول ديال الرئيس راه تقصد في ذاك الفيديو علاش كنقول لك خصو وهو ممثل ضد الدائره يعني خصكم تسمعوا مزيان الفيديو ثاني حاجه ديك 6 سنين اللي قال راني قلت لك راني نحشم نهضر في شي حوايج باش توصل بيك الوقاحه الناس عطاتك اصوات وعرفنا الانتصار ديالك العظيم كما سميتو كي جا حنا راه ولاد الاسلام راه عارفين شخصيا عارف كي وقعت واش توقع شراء الامام المهم انا ما هاد الامور ما غاديش نهضروا عليها وبذاك اللفظ اللي قال انه 6 سنين وهو يعني خصكم ترجعوا للفيديو ومازال غادي نزيد لكم 6 سنين اخرى ونزيد 6 سنين اخرى ونزيدك وحده كاين واحد هذيك ديال المغرب في الفيديو ارحم الوالدين ركزوا لي على دوار خرشات منين يوصل المغرب
كمل من عندك. تصور انت كشخص كاع عندنا امهاتنا اخواتاتنا فهمت، ويجي عندك الوالده، انا يجي عند الوالده ديالي، انا راه يوصل الوالده ديالي اسمح لي راه شي حوايج راه ما عندهاش تعبيرات لا قانونيه لا تمشي لا تناضل لا راه مشكل. راه جدادنا ما ماتوش من اجل الخبز، ماتوا من اجل الكرامه ومن اجل الحريه، راه غادي نموتوا على هذا الشخص. خليناش نفعلوا غير حنايا لان هذا يعني كاين اشخاص هنا اللي تمسوه. كاين السيد معنا هنايا راه تهضر معاه كي راك داير ما يهضرش معاه، تعقد الماموم ديال الجامع، تعقد في حياته، تعقد تهضر معاه السلام كان انسان كيهضر ويزعق ويضحك معنا. وكما قلت لكم راه كاتب فرع واه اللي مسو ومعروف بالنزاهه ديالو، هذا هو اللي كاين معروف عندنا ابناء المنطقه، وحامل الكتاب الله صاحبي ومعامن مراه عندها ثلاثه د الاولاد وحفايد ومزوجين وتهمها في الشرف ديالها. لا رجعوا للفيديو، انا ما بغيتش نذكر هذا هو اللي كاين هذا هو اللي كاين. ما احنا الطرق القانونيه في المسائل اللي باينه بسياسته الانتقاميه في مشكل ديال الجماعات تسير، امشينا معه قانونيه. راه السيد راه واش غادي نقول لكم، راه الله اعلم وصافي، يعني باش توصل صاحبي 2500 درهم يوميا تسرق بجماعات رجلان وحتى واحد ما يحرك ساكين، راه المسائل راه هذه تجاوزناها. غير راني كنذكر راه ما لقيت ما نقول، يعني كاع هذاك الشيء تجاوزته، هذا الشيء تجاوزناه ولكن درنا الاجراءات القانونيه، درنا بيانات، مشينا عند هيئات سياسيه حتى احنا منتمين سياسيين، اعطينا مواقف، عندنا حتى مرشحين عطاو مواقف من داخل المجلس عندنا، ولكن باش تجي توصل للشرف راه اسمح لي. شنو الاجراءات اللي درتوها؟ دابا الاجراءات في هذا المشكل كاين اخويا، الاجراءات كاين بالنسبه للناس اللي العائلتين قدموا شكايه، هذا هو اللي كاين، وكاين الدوار ككل اللي تمس في شرفه قدموا شكايه. عند العريضه ماشي على شكل عريضه، وانما كاين احنا هنا ما يعرف عندنا بذوك المقدام ديال الجماعه فهمت، لان الامور حتى احنا كابناء الرسلان يعني تجاوزتنا شي حوايج، لان مازال كاين هنا عقليات المقدم ديال الجامع. يعني علاش كنقول لك غدا الموقف نتاع هاد الناس، ولا انا كنهضر دابا هنا كنعبر على موقف ديال هاد التظاهره وكنهضروا على هاد التظاهره وافقت، لان ما غيقع غدا انا ما كنتحملش مسؤوليته، حتى شي واحد من هاد الناس اللي معايا هنا كاملين ما كيتحمل مسؤوليته، فهمتوني يعني فهمتوني واش القصد، يعني هاد النقطه الله يرحم الوالدين، مساله الشرف راه ما انا ما يعني ما كنتحملش المسؤوليه اللي غادي توقع لا للرئيس الجماعه لا لعضو المجلس الجماعي، لا وصلت للشرف كنت كنحلل معك سياسيين ومنطقيين وهذه كنت ممكن نجلس معك على طاولة ونناقشوا، يعني هذا ميساج واضح الله يرحم الوالدين. الله يحفظك اش معك تحية لكم، تحية للإخوان، تحية للناس ديال رجلنا حار الشرفاء وكل التضامن والمشاعر، يعني المشاعر الحزينة اللي كنتضامنوا مع هاد الناس. الفيديوهات اللا أخلاقية ديال رئيس مجلس الجماعي، حنا كدواوير يعني كاع تضامنا مع هاد الدوار ديال خرخش، يعني ما كنعجزوا باش نعبروا على هاد هذا المنكر هذا، الله الا كنعجزوا، هذا راه لا يعقل، هذا راه لا يعقل باش يمس الانسان في الشرف ديالو في الكرامه ديالو، راه الشرف والكرامه هو الحياه، ما عندكش الشرف ما عندكش كرم صافي قتلني ولا نطيح، انا كاع ما عندي حياه، انا كيقول لك راه خدمنا داش خدمنا، كيمس الناس في الاعراض ديالو، واش كيمس الناس في الاعراض ديالهم في الشرف ديالو؟
حنا جينا نضمنوا هذا النهار مع الناس ديال الدوار ديال الخرخش. حنايا بصفاتنا دراري ديال اولاد التميم يعني اللي ما كيشرفناش باش يكون من القبيله ديالنا بعدا باش نوصلكم هذا ما كيشرفناش وراني كنقولها لكم من هذا المنبر هو راه من القبيله ديالنا ما كيشرفناش بصفه عامه ما كيشرفناش وكلنا سرحنا فيها من قبل كنا سرحنا من قبل منا راه ما كيشرفش ولاد التميم ولا كاع الجماعه كامله لانه حنا عارفين وعارفين التاريخ ديالو ولكن الناس ما كي ولكن الناس كي ما عارفش كيفاش دار لهم من هذا المنبر وهذه الظاهره هذه حنايا اش غادي حنا الحل الوحيد عندنا هي القضائي ديال الخدمه ديالو وكيل الملك يدخل ديالو باش ما توصلش للحوايج شي حاجه اللي بعيده لحقاش الكرامه ديال الانسان هي كلشي باش تقول لي لا دار ليا الطريق ولا ما دارليش هذاك زعما عندي ما ندير انا لا الطريق لا شي حاجه الكرامه ديالي هي سترجع ليا ستعطي لي حقي ديال الكرامه ديالي وتحيه لكم غالب على هي كما كتشوفوا اوكي بغلب كوزان واكوزان واو على أيين تحية نظرية عالية لكل الحرائر وأحرار الشريفات والشرفاء بني زناسن استسمح بداية من الحضور الكريم استسمح ثانية من السلطة المحلية وكإشارة ثانية كما أشار مجموعة من الإخوة في علاقتنا مع السلطة المحلية أن هذه الأمور يعني مسائل عادية غادي نحاول ما أمكن غادي نتحدث فيما هو حقوقي في مسألة القضية والمحتوى نتاع مجموعه ديال الفيديوهات ومجموعه من المعطيات التي اثارت ضجه اعلامي في الشق الحقوقي في علاقتنا مع باعتباري عضو منتخب من داخل مجلس جهه الشرق ويراس لجنه ويراس لجنه التعليم والثقافه يعني من الغريب نستغرب ونتعجب في مثل هكذا تصرفات ومثل هكذا مسلكيات التي لا تعبر بالبثة والمطلق على شخص مسؤول ومنتخب في حين نحن في المغرب نناضل نشتغل من أجل مقاربة النوع من أجل قضايا وطنية تفوق هكذا مستويات يعني نحن في 2021 نؤمن بالعمل المؤسساتي نؤمن بالعمل الديمقراطي من داخل المؤسسات يعني ديمقراطية المجتمع بشكل عام لا يمكن أن تأتي في تصرفات أو مسلكيات نابعة من حقد أو أمراض سياسية إن صح التعبير لأنه لا يمكن أن نقول أن مثل هكذا تصريحات أو مثل هكذا تصرفات هي نابعة من ممارسة سياسية أو من أنشطة ثقافية عند التضامن ديالي مع الساكنة لا يعني أنه اشتغال سياسي أو ردة فعل لتصفية حسابات سياسية بقدر ما هي تضامن سلمي تضامن يعني ينبع من إيماننا بمجموعة من القيم والمبادئ الإنسانية وكذلك نؤمن أن تقوية المؤسسات المنتخبة يجب أن تكون بأشخاص يحملون فلسفة اشتغال وإيمان بإيمان بالهزيمة إيمان كذلك بالانتصار يعني نشوة الانتصار فيما هو سياسي لا يمكن أن تصرف في مواجهة على طول الخط يعني المجلس المنتخب في رسلان يعني معروف على المستوى الإقليمي يعني مجلس بأغلبيته هذا لا يشكل فريق إن كان بأغلبية مطلقة أو أغلبية متذبذبة لكن
التعامل مع المواطنين وكذا التعامل مع الهيئات الحقوقية والتعامل مع هيئات المجتمع المدني بشكل عام يجب أن تكون جد منفتحة، يجب أن تكون ترقى إلى المستويات التي يتمناها الشعب المغربي ويتمناها كامل الساكنة. في الختام أريد أن أقول أن هذا التصرف المشين والذي لن أغوص في المحتوى بقدر ما أدعو أنه يجب تغيير هذه العقلية، تغيير هكذا التدخلات، تغيير هكذا مداخلات. هذه مجرد ردة فعل، يعني حتى على المستوى السياسي مجرد ردة فعل، ماشي حسابات سياسية بأفق عندها شي مستويات معينة، بقدر ما هي ردة فعل عادية، ردة فعل سوسيولوجية، ردة فعل نفسية من ربما من أشخاص مسوا في كرامتهم. في المقابل يجب مثلا يجب على السلطة المحلية فتح تحقيق، وكذلك على الأحزاب السياسية وكل الهيئات الحقوقية يعني التعامل بمنطق عقلاني، التعامل بمنطق فتح حوار جدي ومسؤول، لأن في آخر المطاف عزيز الطرش هو مسؤول منتخب يتحمل كامل مسؤولياته السياسية والمؤسساتية، وكذلك يتحمل مسؤوليته في أي زلة أخلاقية أو فساد أخلاقي، وأستسمح من الجميع.